بلغت درجة الحرارة في محافظة البصرة جنوبي العراق 50 درجة مئوية، وأمام هذا الحر الشديد لم يجد الكثير من السكان ملاذاً سوى في شط العرب ومكعبات الثلج. ويعيش العراق تحت وطأة موجة حر شديدة منذ 11 من يونيو الجاري بلغت ذروتها في البصرة التي تعد من بين أكثر 10 مدن في العالم حرارة. وفق تقارير إعلامية ونظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، نشرت وزارة البيئة العراقية على صفحتها بموقع فيسبوك سلسلة نصائح للوقاية من جفاف الجلد وحروق الشمس. اختتم معرض الذكاء العالمي 2024 في تيانجين الصينية، والذي هدف لتجميع الموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث تم عرض روبوتات تقوم بإعداد القهوة ولعب كرة القدم والإشارة مثل البشر، حيث تستعرض الشركات والمهندسون روبوتاتهم عالية التقنية أمام بحر من الزوار. وهدفت فعالية الذكاء الاصطناعي إلى خلق منصة عالمية للابتكار الأكاديمي والمعارض والمنافسات وتعزيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الذكية.